أرحب بحضراتكم من جديد في رأي عام إلى هذا الحوار الذي سنتحدث فيه عن قضية المياه، كل ما يتعلق بقضية المياه، مع الرجل الأول المسؤول عن هذا الملف في الحكومة المصرية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. سنتحدث بالتأكيد عن مشاكل متعلقة بالفقر المائي، هل مصر دويرة مائيا؟ عندما نتحدث عن المياه بالتأكيد سنتذكر سد النهضة الأثيوبي. ما هي آخر التطورات في هذا الملف الحيوي بالنسبة لمصر والمصريين؟ كيف تسير المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا في هذا الخصوص؟ ماذا عن العلاقات مع الدول، دول حوض النيل، العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية؟ كل ما يتعلق بهذا الملف سنطرحه في صورة أسئلة على الوزير دكتور محمد عبد العاطي. أيضا نتحدث عن تصريحات مثيرة ربما تعلقت بالوزير وحديثه عن إهدار المياه من قبل المصريين فيما يتعلق بمياه الوضوء، هذه التصريحات التي أثارت ضجة في الفترة الأخيرة. تابعونا في هذا الحوار الذي نجريه على ضفاف أو إحدى ضفتي النهر الخالد، نهر النيل، لنسأل الوزير بدون حرج وبدون حساسية في كل ما يتعلق بهذا الملف الذي يعد ملف أمن قومي بامتياز. معالي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يمكن خلينا نبدا من السؤال اللي بيلح على اذهان معظم المصريين، الخوف من مجاعه مائيه، يمكن لو صح التعبير، هل مصر هتواجه كارثه مائيه؟ هل عندنا فقر مائي؟ يعني كان في مؤتمر من حوالي شهر ونص يمكن أو ورشة عمل مياه نظيفة لحياة أفضل، كان يقال أنه مصر من أعلى 10 دول مهددة بكارثة مائية بحلول سنة 2025، ده صحيح؟ لا، وفي الحقيقة احنا ممكن نقول لا، يعني أنا ما أقدرش أجزم بصحة هذا الكلام، لأن هي مصر غنية بالعقول وغنية بالفكر. أنا بشوف إن ده فرصة، يعني البصمة المائية المصرية النهاردة عشان أعمل اكتفاء ذاتي كامل أنا محتاج 114 مليار متر مكعب مية، بستورد أغذية لو زرعتها في مصر زي القمح مثلا، لو زرعت الأغذية دي في مصر محتاج 34 مليار متر مكعب، فأنا بستوردهم عشان ما عنديش الكمية دي. عندي 80 مليار متر مكعب هم استهلاك النهاردة، استهلاك النهاردة طبعا المتاح ليا من آلاف السنين 55.5، يعني كان 48 قبل إنشاء السد العالي، بعد إنشاء السد العالي زدنا 7.5 بقت 55.5، هم دولة اللي ثابتين عليهم من أيام ما كان سكاننا ممكن 20 مليون لو قلنا على 55.5، ولما كنا 4 مليون أو أقل لما كنا 48، لحد النهاردة الكمية دي ثابتة. بالرغم من كده عشان مصر فيها عقول وفيها إدارة جيدة للمية، احنا المية مكفيانا وبننتج بيها ويمكن من اعلى الانتاجيات اللي هي موجودة في افريقيا كلها. فالمستقبل لا، في استراتيجية، في رؤية للمستقبل، في ادوات ان احنا يعني تشخيص للمشكلة والادوات بتاعت الدولة للتعامل مع المشكلة دي. احنا عندنا مشكلة مية، احنا بلد جافة، يعني اكثر البلاد جفافا في العالم، واللي ركب الطيارة عارف لما بيمشي فوق مصر كده بيشوف هو شريحة بتاعت حوض نهر النيل او حوض النيل، وبقيت مصر 95% صحراء صفراء. ليه؟ لان ما عندناش ميه، فالسكان كلها متركزه حوالين نهر النيل.
مجاعة مائية لا، أنا مش متفق مع الكلام دوت، لأن لما نبقى عارفين إحنا عايزين إيه وهنوصل لإيه يبقى إن شاء الله مش هيحصل مشاكل. طيب حضرتك بتقول مصر غنية بعقولها التي تستطيع أن تواجه هذه المشكلة، هي مشكلة صح؟ موجودة مشكلة طبعاً. ولازم نقول إن هي مشكلة. كيف يعني يمكن مواجهتها؟ هل في استراتيجية عند الدولة، عند وزارة الموارد المائية لمواجهة هذه المشكلة؟ هي في استراتيجيتين، استراتيجية الدولة عموماً، استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وفي استراتيجية وزارة الموارد المائية اللي احنا سميناها استراتيجية 4T دي لحد 2050. 4T ده تم اختصار لأربع كلمات اللي هي الترشيد، يبقى أول حاجة في إيدنا ترشيد ما نملكه أو تحت إيدينا النهاردة، ترشيد استخدامات المياه المائية الموارد المائية. ترشيد بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا أقلل الفاقد في الشبكات، أقلل استهلاكي في مياه الشرب، أشوف محاصيل أقل استهلاكا للمية في الزراعة، أشوف محاصيل تتحمل الملوحة، كل دي أدوات إن أنا أرشد استخدامات المائية، ودي إحنا شغالين فيها. يعني في خطة عاجلة شغالين فيها في 2017-2020، وبعد كده في خطة قومية بتكمل الكلام دوت. في بعد كده دي التيه الأولانية اللي هي الترشيد، التيه الثانية اللي هي التنمية، تنمية الموارد المائية. تنمية الموارد المائية إحنا زي ما لاحظنا إن إحنا في موسم الشتاء كان بتنزل سيول وأمطار بس ما كانتش بتستغل، كانت بتلقى في البحر من خلال المخارات السيول. دلوقتي احنا بنينا حوالي 250 سد صغير، هي سدود مش كبيره بمعنى سدود يعني، انما هي اغراضها حمايه المنشآت وحمايه المدن، وفي نفس الوقت استغلالها في تخزين كميه المياه القليله اللي هي بتنزل كامطار، وبالتالي كميه المياه دي بتبقى مورد بالنسبه لي بشحن بيه الخزان الجوفي وبستغلها في الزراعه او بستغلها في الاستخدامات المختلفه يعني. ودي ظاهره قوي في جنوب سيناء، في سلاسل البحر الاحمر، في الصحراء الغربيه، في مرسى مطروح. التنميه برضو مش بتشمل كده وبس، احنا عندنا عارفين ان احنا في زياده سكانيه حوالي من 2.2 ل 2.5 مليون كل سنه، يعني معنى كده في 2050 احنا ممكن سكاننا عدد السكان يوصل 170-180 مليون. طيب احنا عايز 180 مليون دولت محتاجين ميه، محتاجين موارد مائيه، واحنا عندنا الكميه ثابته ومحدوده، يبقى لازم بنشتغل توجه استراتيجي للدوله ان احنا نتجه لتحليه ميه البحر. تحليه ميه البحر ديت كل التنميه على ساحل البحر المتوسط، يعني زي المدن الجديده زي مدينه العلمين الجديده وكل المدن الجديده اللي هتنشا او على ساحل البحر الاحمر، هتبقى قايمه على تحليه ميه البحر. طب تحليه ميه البحر ديت متطلبه ان انا يبقى عندي طاقه، يبقى عندي تكنولوجيا متوطنه في مصر بتاعه تكنولوجيا التحليه بتاعه مية البحر، وده احنا الدولة شغالة فيه. جزء ثالث ان انا في حوض النيل في فواقد، يبقى لازم انا بتعاون مع دول حوض النيل ان انا اقلل الفواقد ديت. يعني مثلا لو احنا قلنا ان احنا عملنا تجربة زراعة مثلا محصول يستهلك كمية مية اقل، او محصول ازرعه فترة قليلة، يبقى دوت هيوفر مية، هيوفر عدد مرات ري، يبقى من مصلحتي ان انا اساعد دول حوض النيل ان هو ينتجوا المحصول دوت بحيث يستهلك كمية مية اقل، وبالتالي تبقى المية تكفينا كلنا. ديت اللي هي التيه الثانية اللي هي التنمية. برضو في من ضمن الحاجات بتاعت التنمية التكنولوجيات اللي ظهرت اللي هي في تكنولوجيا بتاعت استقطاب بخار المية من الهواء، ان انا بحوله المطر. احنا لسه ديت ما دخلناهاش في مصر لان هي تعتبر ما زالت غاليه، ولكن دي من الادوات اللي احنا هنرجع فيها في المستقبل ان احنا ننمي الموارد المائيه. طبعا احنا كل هدفنا ان احنا اي تكنولوجيا موجوده ان احنا ننتجها في مصر، وبالتالي هتبقى تكلفتها رخيصه واستخدامها هيبقى على نطاق اوسع. المحور الثالث للاستراتيجيه التنقيه. التنقيه بمعنى ان انا احافظ على نوعيه الميه، ما ينفعش ان انا يبقى عندي في ميه ملوثه واعرف اعيد استخدامها، انا نظام الماء بتاعي قايم على اعاده الاستخدام. انا بعيد استخدام 25% من استخداماتي النهارده. ال 25% دول بيمثلوا حوالي 20 مليار متر مكعب. طب انا لو في تلوث في المجاري المائيه او في القاء صرف صناعي او صرف صحي في المجاري المائيه لا يمكنني ان انا اعيد استخدام الميه ديت، وبالتالي بيعمل عجز في الموارد المتاحه. وبالتالي التنقيه او المحافظه على نوعيه المياه ده جزء اساسي، واحنا شغالين مع وزاره الاسكان في مشروعات طموحه. يعني في مناطق سخنه زي مثلا مصرف كتشنر، في مصرف بحر البقر، في مصرف عمر بيك، في حاجات نقط سخنه
وزارة الإسكان عاملة مشروعات طموحة جدا باستثمارات كبيرة. يعني احنا لو قلنا السنة دي بس بيصرفوا حوالي 20 مليار جنيه في أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي ومعالجة مية الصرف الصحي، وبالتالي دي هتبقى مورد ليا هيحل لي أزمات. فالمحافظة على نوعية المية ده جزء أساسي وأولوية من أولويات الاستراتيجية. نفس العملية الصرف الصناعي دي احنا دلوقتي برضو بنشتغل مع وزارة الإسكان ووزارة الصناعة ووزارة البيئة إن تبقى الدائرة المغلقة، يعني جوه المصانع ياخد المية المنتج بتاعه بتاع المية اللي هي المية الملوثة يعالجها ويزود عليها احتياجاته ويعيد استخدامها دايره مغلقه جوه المصنع. برضو احنا عارفين ان الميه برضو بتستخدم في تبريد محطات الكهرباء، مع وزاره الكهرباء شغالين ان هم هيعملوا دايره مغلقه برضو بحيث ان هي دايره التبريد هيعاد استخدامها جوه المحطه، وبالتالي ما ترجعش ميه درجه حرارتها عاليه في النيل، وبالتالي تاثر على نوعيه الميه وعلى الحياه البيئيه في نهر النيل. كل دي ادوات في موضوع التنقيه. في الجزء الرابع بقى الأداة الرابعة اللي هي التوعية. التوعية مش توعية بس، الجزء فيها إعلامي إن احنا في حملات إعلامية سواء بنعملها مع بكل الطبقات، مع أطفال المدارس في بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، مع الجوامع في مع وزارة الأوقاف بيحصل حملات توعية لأئمة المساجد، في مع الكنيسة عشان خطبة الأحد، في مع الشباب، في برامج التلفزيونية، في يعني مادة إعلامية برضو علشان يحصل توعية بمشكلة المية، وبالتالي ده جزء مهم. مش توعية وبس، لا احنا عندنا كمان تحت البند اللي هي أساسي بقى مهم جدا ان انا عندي تحديات، وبالتالي لازم اجهز العنصر البشري داخل وزارة الموارد المائية والري بحيث ان هو يبقى قادر على مواجهة التحديات دي. احنا وزارة الموارد المائية والري من الوزارات المصدرة للعمالة، واحنا بنبص للعمالة دي والفنيين ان هم دوت صادرات غير منظوره، يعني بتجيب دخل البلد، فاحنا بنشجع الناس ان هي وهم منتشرين في كل العالم، يعني مش متركزين في دوله واحده، ومنتشرين في كل المنظمات الدوليه، ودي حاجه فخر لينا. بس الاستمراريه وبناء القدرات ده جزء مهم. يعني احنا السنه دي بس احنا طلعنا حوالي 100 متخصص في دورات صغيره، يعني في دول مختلفه فيها تكنولوجيا بتاعت التعامل مع الماء، بحيث ان هو بيرجع بينعكس على شغله بيحاول يطبقها في شغله. في المورد البشري احنا عندنا مركز تدريب دولي تبع اليونسكو، ده في وزارة الموارد المائية والري، مركز إقليمي بيدي دورات سواء للعاملين في وزارة الري أو في العاملين في دول المختلفة وخصوصا دول حوض النيل والدول العربية. في الجزء الثاني المهم قوي اللي هي الجزء المؤسسي بقى أو القانوني. احنا قانون الري والصرف، القانون الري الموحد طلعناه، كان فيه في القانون الجديد حاجات ناقصة، يعني مثلا بيجرم القانون الجديد بيجرم تلويث المجاري المائية، بيجرم التعدي على المجاري المائية، وضع أسس للتعامل مع المال الجافية واستخداماتها ومراقبتها ونوعيتها، وضع أسس لروابط المستخدمين بحيث ان هم مستخدمين بتاعة المية. كل دي حاجات ما كانتش موجودة في القانون القديم. احنا الحمد لله خلصنا القانون ده وبعتناه لمجلس الوزراء تمهيدا ان شاء الله لمناقشته وعرضه على مجلس النواب، يبقى ده اداه جديده عشان نواجه التحديات المختلفه دي. ببساطه الاربعه دي الاستراتيجية. او الاستراتيجيه عموما. الاستراتيجيه دي احنا مش بنقول كلامه بس، لا الكلام بنحوله لفعل. فاحنا عندنا خطه قوميه للميه. الخطه القوميه للميه دي مدتها 20 سنه 2017 2037 بتحدد الاستثمارات اللي مطلوبه عشان تنفيذ المحاور الاستراتيجيه بتاعتنا المختلفه. الاستثمارات المطلوبه بتتحول لخطط خمسيه، اربع خطط خمسيه، وبعد كده بتتقسم على المحافظات، يعني في تخطيط مركزي وتنفيذ لا مركزي، بحيث ان كل محافظ دلوقتي عنده لجنه الميه او لجنه الموارد المائيه في المحافظه، عارف التحديات بتاعه الميه، المجلس التنفيذي بتاع المحافظه كله عارف الموارد المتاحه، عارف المشاكل ازاي نجابه المشاكل، عارف العجز المستقبلي اللي ممكن يحصل وازاي نتعامل معاه. خد بالك بلدنا صحراء، لا تسرف في الماء، حافظ عليها تلاقيها. يمكن حضرتك دلوقتي أشرت إلى موضوع التوعية في المدارس، التوعية في أماكن العبادة، المساجد، الكنائس. أثيرت ضجة في الفترة الأخيرة على تصريح منسوب لمعاليك بالوضوء أنه إحنا بنهدر مياه أو 3% من المياه بنهدرها من نتيجة الاستخدام السيء لمياه الوضوء. يعني حضرتك قلت الكلام ده فعلا؟ لا لا لا، للأسف أنا ما لم أصرح في هذا الكلام. أنا كل تصريحاتي بتقول على الترشيد والاستخدام الآمن للمية. يعني في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو يعني حافظ على المية لو كنت على نهر جاري،
فأنا ما قلتش، لو قلت التصريح ده أنا هقوله، بس في بعض الجرائد أو المواقع الصفراء المغرضة بتنسب تصريح، وإحنا نزلنا نفي للتصريح دوت في ساعتها يعني. إنما إحنا بنتكلم على الترشيد عموما في كل المجالات. بتزعل لما حد بينتقد الوزارة، بينتقد أداء الوزير؟ لا لا ما بزعلش، لأن هو دايما الانتقاد ده يعني حاجة صحية، إن بتقول إن إحنا بنعمل حاجات يعني في شغل، وبالتالي بينتقد الشغل ده. نعم. حضرتك لما بتتكلم عن التوعية وقلت إن الوزارة بتعمل حملات للتوعية، هل ما يتردد من تقارير عن إنه نسبة تلوث المياه في مصر كبيرة، هل هذه التقارير واقعية؟ لا، هو عشان نتكلم على تلوث المياه، يعني أنا على فكرة أنا ما بستخدمش مياه معبأة، أنا في بيتي بستخدم مية الحنفية بفلتر أول درجة بس، حتى مش الفلتر المعقد. وده كافي؟ وده كافي. هل كافي في كل محافظات الجمهورية؟ احنا لا، احنا نتكلم على المية بتاعة الشرب مثلا. مية الشرب في أدوات كتيرة قوي بتتعامل معها، يعني في وزارة الري بتوزع المية وبتوصل المية لمحطات مية الشرب، وزارة الإسكان بتتولى معالجة مية الشرب وتوزيعها على المنازل، وزارة البيئة ووزارة الصحة بياخدوا عينات عشوائية مفاجئة بحيث يتأكدوا ان نوعية المية ديت مطابقة للمواصفات العالمية، واحيانا المواصفات المصرية بتبقى متشددة اكتر من المواصفات العالمية. بالنسبة لمية الزراعة احنا بنشتغل على ان المية المستخدمة في الزراعة حتى المعاد استخدامها تكون امنة بنسبة 100%. يعني احنا مثلا في محطات خلط لمية الصرف الزراعي اللي هي صالحة لإعادة الاستخدام، وفي بعض المحطات احنا موقفينها حوالي 16 محطة نتيجة وجود بعض التلوث او بؤر التلوث، وبالتالي لا نسمح بإعادة استخدامها. فعشان كده احنا قلنا أولوية من أولويات الدولة اللي هي التنقية او معالجة مية الصرف الصحي ومية الصرف الزراعي الصناعي. خد بالك احنا حصتنا من المية 55.5 مليار متر مكعب، ودي حصة ثابتة ومحدودة بيروح معظمها على الزراعة والباقي على الصناعة والشرب، وكمان احنا عددنا بيزيد يوم عن يوم، وده بيخلي نصيب الفرد مننا من المية بيقل. خد بالك، حافظ عليها تلاقيها. احنا يعني بنجري هذا الحوار مع الوزير على ضفة نهر النيل الخالد، وحضرتك اشرت الى حصة مياه مصر، مياه النيل الحصة المصرية 55 مليار ونص، تمام مش كده، متر مكعب. هل هذه الحصة ثابتة؟ هل هذه الحصة يهددها شيء؟ هذه الحصة قليلة، واحنا بنطمح يعني ده بالنسبة لنا احنا احتياجاتنا زي ما قلت النهاردة 114 مليار ومش مكفيانا. احنا الطموح بتاعنا ان احنا بالتعاون مع دول حوض النيل ان احنا نزود الحصة ديت، لان ديت ما بقتش حصة كافية، فاحنا شغالين في هذا الاتجاه. يعني دي اللي هي ده حد الكفاف زي ما بنقول، اللي هي الحصة المتاحة حاليا يعني. وطبعا في مهارة في إعادة في استخدام الحصة ديت وإدارتها، وإلا كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة. طيب حضرتك بتقول احنا شغالين على زيادة هذه الحصة، ده بيقودنا إلى مسألة التفاوض مع دول حوض النيل، المشاورات، المفاوضات، المباحثات، كيف تجري؟ المشاورات والمباحثات يعني ببساطة خالص، لو أنا قارنت الوضع النهاردة بوضع من 2011، لا في تغيير وفي تحسن كبير قوي في علاقاتنا مع دول حوض النيل، في تفاهم لاعتماد مصر الكامل على مية النيل. يعني احنا الدولة الوحيدة في دول حوض النيل ان احنا بنعتمد على مية النيل في مواردنا المائية بحوالي 97%، يعني نهر النيل مية النيل بتمثل لنا 97% من مواردنا المائية. كل دول حوض النيل بلا استثناء عندها موارد أخرى، يعني عندهم مية مطر، عندهم أحواض أنهار أخرى. إحنا الدولة الوحيدة في دول حوض النيل اللي هي ما عندهاش أي مورد مائي تاني غير مية النيل. إحنا التعاون، إحنا ممكن نكون نقول جمدنا تواجدنا في مبادرة حوض النيل، ولكن لم نجمد علاقاتنا بدول حوض النيل. العلاقات مستمرة، ويعني من أسبوع كان في بعض الوزراء زارونا، أنا بروح أزور دول حوض النيل. الأسبوع اللي فات أنا كنت في إثيوبيا، الأسبوع اللي قبليه أنا كنت في تنزانيا، في بعض الوزراء هيجوا مصر، بحيث إن هو التعاون، لأن مهم جدا إن إحنا
هم يفهموا مشاكلنا واحنا نفهم مشاكلهم، اللي نقدر نساعدهم في حل مشاكلهم هم يساعدونا في حل مشكلتنا. مشكلتنا الاساسيه ان احنا ما عندناش مورد تاني غير نهر النيل. مشكلتهم هم ازاي يوصلوا المايه للناس. يعني احنا مثلا لو في دول زي اوغندا او تنزانيا لما رحنا، او في جنوب السودان او في بعض الدول الاخرى، انا مش عايز اعدد الاسامي كلها، ان هو مثلا في مشكله في وصول مايه الشرب للكرة الصغيرة. يعني بيبقى البنات مثلا بيروحوا يملوا جركل من المجاري المائية مش مسافة 5 كيلو. فأنا لما بعمل بير ده بيخدم على حوالي 7000 أسرة، يعني بنتكلم الأسرة في متوسط 5، يعني بحالة 30-35 ألف فرد. فلما بعمل بير يوصل مية الشرب للناس دي، الناس دي بتقدر أن مصر متفهمة مشاكلها، وتبقى هدية من أهل مصر لأهل حوض النيل. يعني احنا فمهم جدا أن احنا نبقى فاهمين مشاكلهم، فاهمين المعاناة اللي هم بيعانوها. في عندهم نقص كهرباء احنا متفاهمين، وفي دول احنا ساعدناها في بناء سدود زي أوغندا. احنا ساهمنا في بونا سد أوين سنة 50، ساعتها المساهمة بتاعتنا في وقتها قيمتها الحالية النهاردة حوالي 400 مليون دولار. بنساعد دول تانية في دراسات السدود زي جنوب السودان، زي الكونغو، بحيث ان هو يولدوا كهرباء كهرومائية، وفي نفس الوقت بيوفوا احتياجاتهم المختلفة في إطار تعاوني كامل. طبعا انا عارف حضرتك عايز توصل لموضوع سد النهضة، طبعا هتكلم عليه برضو. سد النهضة ببساطة احنا في اعلن عنه في 2011، بس قبل 2011 قول ان مصر من خلال مبادرة حوض النيل احنا عملنا مشروعات كثير وانشئت مشروعات سدود كثيرة في حوض النيل. يعني انشئ سد بوجاجالي في اوغندا، انشئ سد تكيزي وسد بتانا بلس في اثيوبيا، أنشئ تعليق سد روسيرس في السودان، أنشئ سد مروي في السودان، أنشئ سدي عطبرة وستيت، هم لسه تحت الإنشاء، بس كل ده مشاريع أنشئت بمباركة وموافقة مصر، لأن احنا في إطار تعاوني. سد النهضة أعلن عنه خارج يعني الإطار اللي هو كان شغالين عليه، وبالرغم من كده اتعملت، احنا كنا في مصر قلقانين من عدم اكتمال الدراسات، اتعملت لجنة دولية للدراسة، الدراسات اللي هي موجودة، نشوف الدراسات اللي ناقصة. خلصت اللجنة الدولية الأولى، ان هي لجنة الخبراء الدولية، ان هي في نقص او في دراستين ناقصين، تأثيرات السد على دول المصب اللي هي دولتين المصب السودان ومصر. تفاوض الدول لفترة على شروط المرجعية وعلى الشركة الدولية اللي هي تقوم بالدراسات ديت. المهم النتيجة الأخرانية ان احنا الشركة ابتدت تشتغل، هي شركة فرنسية، شركتين فرنسيتين ابتدوا يشتغلوا. التقرير الأولي لعمل الشركة دوت اتقدم الأسبوع الماضي، كان في اجتماع في القاهرة بين الثلاث دول، بين الفنيين في الثلاث دول، هيعقبوا اجتماع في أديس أبابا منتصف هذا الشهر لاستكمال المناقشة بتاعة التقرير الأولي بتاعة الشركة. الشركة ابتدت، المفروض ان هو ان شاء الله ان الشركة تنتهي من أعمالها في خلال 11 شهر، يعقبه 4 شهور مشاورات بين الدول للتعقيب على تقرير الشركة، يعقبه تفاوض بين الدول مدته 6 شهور، علشان ده اتفاق إعلان المبادئ اللي هو وقع بين الثلاث دول 6 شهور 2015 بالظبط، ان هو يحولوا الدراسة بتاعت الشركة دي لاتفاقية بين الثلاث دول لملء وتشغيل وإدارة السد بتاع النهضة بالتزامن والتناغم مع سدود التانية اللي موجودة في السودان والسد العالي. فنأمل إن شاء الله إن الدراسات دي تكتمل في موعدها، وإحنا مصرين إن إحنا نكمل الدراسات دي الأخيرة، لأن هي في مصلحة كل الدول إن إحنا ننهي الدراسات وإن إحنا نوصل لاتفاق بيننا لمصلحة الجميع. طيب يعني حضرتك يعني عددت المراحل يعني بتاعت المفاوضات، الدراسات، الاجتماعات، يعني ده كله بيتم او بيجري، لكن بشكل موازي السد يعني يجري بناؤه. يعني اعتقد لغايه الان حوالي 60% من هو يعني من بناء. انا برضه انا عايز اقول ايه، يعني انا هطرح على حضرتك سؤال. انا في مشروع هيقعد 150 سنه عمره، 150 سنه، هل يعني اسيبه يتبني من غير ما اوصل لاتفاق، حتى لو المده طالت بتاعه التفاوض على الاتفاق دوت، ولا يبقى احسن في اتفاق ويبقى عندي صبر ان انا نوصل لاتفاق؟ بالتاكيد محدش يعني ضد الاتفاق بالظبط، هدف يعني. هو من الاول خالص الاتفاقات بين الدول ان هي ما فيش حاجه قالت ان هي ايقاف
البنى، لكن الاتفاق ان احنا هنعمل الدراسات، هنحاول الدراسات دي الاتفاقيه، واحنا دوت الطريق اللي احنا شغالين فيه. طيب يمكن كان في حضرتك اشرت الى زياره حصلت او زيارات حضرتك كنت في اثيوبيا، وزير الخارجيه الاثيوبي كان هنا موجود في القاهره والتقى مع الرئيس، وحتى انا كاتب التصريح بتاعه بيقول انه التزام اثيوبيا بتحقيق المصالح المشتركه للشعبين وعدم الاضرار بمصالح مصر. يعني هل الجانب الاثيوبي يعني صادق في هذه النوايا أم هي مجرد كلمات للاستهلاك المحلي، عبارات دبلوماسية؟ والله لا، احنا يعني ما نقدرش نحكم دلوقتي. هو الفيصل بالنسبة لنا الدراسة وتنفيذ الدراسة دي، وهي يعني لما نقول في جدية من الدول وفي إرادة سياسية، دي بانت قوي في إعلان المبادئ، بانت قوي في عمل الدراسة وبدء تنفيذ أو الشركة تمارس عملها. فاحنا ننتظر يعني إن شاء الله، احنا جادين في إن احنا نحول الكلام لكلام مكتوب عشان يطمن الشعب المصري، يبقى أهلنا في مصر مطمنين على مستقبل الأجيال القادمة ومستقبل شعب مصر، وفي نفس الوقت يحقق المصالح اللي هي بتاعت الدول التانية. يمكن وحضرتك بتكلم عن مستقبل الأجيال ومصالح مصر، بنتذكر أكثر من مرة في أكثر من حديث في أكثر من مناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني شدد وبشكل قاطع وحاسم أنه يعني لا مساس بالمصالح الحيوية لمصر، لا مساس بالمصالح المائية والأمن المائي المصري. حضرتك بتلتقي مع الرئيس باستمرار، إيه التوجيهات أو إيه المواضيع اللي بركز عليها الرئيس في هذا الملف؟ هي في الحقيقة هي في توجيهات كتيرة، يعني هي بالنسبة للملف بتاع التفاوض إن هو التزامنا، يعني هو تأكيد على التزامنا بالتعاون. التعاون ده خيار أساسي شغالين عليه، وإحنا عندنا السبيريت أو الروح التعاون ديت، لأن إحنا كمان مش بصين للتعاون على مستوى المية بس، لا إحنا بنبص على التعاون بمنظور أكبر، منظور تعاون شامل بقى، يعني تعاون شامل سواء يوصل لمرحلة التكامل والتناغم في العلاقات، يعني يبقى في استثمارات، وفي استثمارات مصرية في دول حوض النيل، في مشاريع مشتركة، في ربط كهربائي، في طرق، في سكة حديد، نعمل محاور تنمية بحيث ان انا ادعم الاقتصاد ديت. يعني انا مثلا لما اقول ان انا بستورد من كينيا، اكبر مستورد للشاي من كينيا، ده بالنسبة لي انا بدعم، انا اتقالت لي من احد الاخوة الكينيين انت بتدعم الفلاح البسيط في كينيا. لما بكون مستورد كبير قوي للحوم من اثيوبيا ومن السودان، يبقى ده انا بدعم المربي الصغير في الدول دي، فبساهم في تقليل نسب الفقر. التعاون دوت بيجيب تعاون وبيجيب تفاهم، فمهم جدا ان احنا الطموح بتاع التعاون ده يبقى طموح شامل، واحنا هو ده الطموح الكبير بتاع الدولة المصرية، ان احنا يبقى في تعاون متكامل وتناغم بيننا وبين كل دول حوض النيل.